السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة موجهة لكل جماهير وعشاق النادي الأهلي في كل مكان. لكن في البداية ما تنساش أفضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا هي الصلاة الحبيب، فاللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفيديو ده فيه كمية ضحك للركب، بس قبل ما تضحك معانا في الفيديو دوت عايزك كده تتذكر حاجة، ان نعمة من ربنا سبحانه وتعالى انعم عليها عليك او انعم بيها عليك انك تكون اهلاوي، فخر انك تكون اهلاوي. ليه؟ النهاردة تخيل عزيزي المشاهد الاهلاوي المحترم، 3-4 مجالس ادارات متتالية بيتحايلوا مع جمهورهم مع صحفيينهم مع اعلامهم مع قناتهم، كل دوت بيتحايلوا محايلات قد تصل الى درجة الاستجداء للاعب مهما كان هو مين، مش هيجي حاجة جنب الكيان وجنب النادي ده. ولكن للأسف للأسف جمهور هذا النادي ومسؤولي واعلامي هذا النادي قللوا من قيمة النادي لدرجة ان اللاعب بقى اهم واحسن وافضل واقوى من النادي. النادي اللي كان عنده فرصة انه ولو مرة واحدة يثبت ان هو نادي كبير، هو نادي كبير بس هم المسؤولين عنه او الجماهير عنه مش عارفين يثبتوا ان هو نادي كبير او نادي عنده مبادئ، نادي حتة لاعب بيتلاعب بيه. تخيل ان لاعب مهما كان ده ميسي ما يقدرش يتلاعب باي نادي، فما بالك بلاعب، معلش مع احترام الارقامه، يعني ارقامه في لعيبة في الدوري المصري بتاخد ملاليم ملاليم وافضل منه مليون مرة. النهاردة رئيس اللجنة المؤقتة في نادي الزمالك قال شوية تصريحات عنب تقعد كده تتمزج منها. قال ايه الاستاذ حسين لبيب او كابتن حسين لبيب على قناة نادي الزمالك؟ قال لك والله وكيل فرجاني ساسي بعت لنا خطاب ورسالة بيأكد فيها من 5 أيام ان عقد فرجاني ساسي، خلي بالكو يا زمالك، عقده بينتهي في شهر مايو، يعني بنهاية شهر مايو عقده ينتهي معاكم، يعني بالبلدي كده لو عايزين تجددوا اهلا وسهلا بالمبلغ اللي احنا عايزينه، مش عايزين الباب يفوت جمل، الباب يفوت جمل. قال حسين لبيب ان احنا وجهة نظرنا ان عقد فرجاني بينتهي بنهاية الموسم، وانا بقول لك يا كابتن حسين مخطط فرجاني هو فسخ تعاقده مع نادي الزمالك، وده بدأوا بالخطابات اللي ارسلها لنادي الزمالك عشان يستعلم عن دفع مستحقاته المالية. قال لك ايه بقى كابتن حسين لبيب؟ قال لك القضايا اللي موجودة على الزمالك في الفيفا دلوقتي 17 مليون دولار، تعرف تحسب بالمصري يا باشا، يعني حوالي بتتكلم في 230 240 250 مليون جنيه بالمصري، اضف الى ذلك مليار و300 مليون لخزانة الدولة، اضف الى ذلك حوالي 26 مليون لاتحاد الكورة، اضف الى ذلك حوالي 70 مليون لكرة القدم، اضف الى ذلك حوالي 40 ل60 مليون مرتبات موظفين وعمال والالعاب الاخرى. يعني انت نادي على شفا حفرة من الافلاس، انت قربت تفلس، ومع هذا بتجد بعض المضحكين جددوا لساسي، الا ساسي 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 والا ساسي، جدد لساسي يا ابني. ايه يعني النادي يتسول؟ عادي يعني، فيها ايه يعني؟ ايه يعني النادي يعلن افلاسه؟ ما فيهاش حاجة، بس اهم حاجة ساسي اللي جرح احساسي يجدد، فرجاني يجدد. قال لك ايه الاستاذ حسين الراجل المحترم؟ قال لك تولينا المهمة وفريق الزمالك كان في معسكر مغلق، لم نستطع عقد جلسة مع اللاعب بسبب ضيق الوقت، حاولت التواصل الهاتفي مع اللاعب لكن كان هاتفه مغلق حتى سافر الى تونس. طيب انا هقول لك بقى حاجة ما قالهاش رئيس الزمالك، ان الطلب من فرجاني ساسي
سعادة الريس بيقول لك يا فرجاني عايز يقعد معاك هو وإدارة الزمالك المؤقتة الجديدة عشان يشوفوا حل الأزمة التجديد بتاعتك ويتكلموا معاك. الفرجاني ساسي قال لهم ماليش علاقة، اتكلموا مع وكيلي، وأتحدى أي شخص داخل نادي الزمالك يكذب الكلام اللي أنا بقوله. جميل، يبقى تليفونه ما كانش مقفول، هو رفض يقعد معاكم، قال لك انا الفلوس ديت ما بتكلمش في حكايه الفلوس، الفلوس دي انا بقرف منها، اخر حاجه اتكلم فيها عندكم الوكيل بتاعك اتكلموا معايا. قال ايه تاني؟ قال لك ارسلنا خطاب لمحامي ساسي، او تم ارسال خطاب من محامي ساسي يوم 15/5 كان مضمونه ان يجب سداد مستحقاته قبل 30/5، نجحنا في منحه مستحقاته قبل هذا الميعاد، وانا بقول لك بتحداك وبتحدى اداره الزمالك انك تكون دفعت المستحقات كامله. بلاش نضحك على الناس، حضرتك الزمالك دفع 250,000 دولار، خليهم 300,000 دولار، هو له حوالي 700,000 دولار، يبقى ما تدفعش الفلوس كلها عشان نبقى واضحين. قال لك جاهزين للتفاوض مع فرجاني على العقد الجديد وتلبيه كافه متطلباته وطلباته المعقوله، ودي كلمه مطاطه. قال لك يوم 28/5 اخترنا فرجاني باننا نريد عقد جلسه للتفاوض على التجديد. من وجهه نظرنا عقد اللاعب ينتهي بنهايه الموسم وليس في شهر 5. فوجئنا بيوم 5/6 المحامي الخاص باللاعب يخاطبنا بان عقد فرجاني ساسي انتهى مع النادي. وحتى امس طالبت من مهند عون وكيل فرجاني ساسي عقد جلسة للتفاوض على التجديد، وأكدت أننا سنقوم بحل أي مشكلة تواجه اللاعب. خلي بالك بعمل اللي جاي، وأرسلت الرسالة أكتر من 5 مرات لكن لم نتلقى أي رد. يعني بعتنا رسالة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، قال لك عملنا كل اللي في وسعنا، والكورة دلوقتي في ملعب ساسي، ويا جماعة لو حد يعرف ساسي يوصل له ويوصل للمحامي بتاعه إن احنا بعتنا لهم رسائل، خلوهم والنبي والنبي يرد علينا. ساسي رد على الزمالك يا ساسي، ساسي عندك 5 مسج وصلوا من إدارة نادي الزمالك، بالله عليك رد عليهم بليز بليز يا ساسي، ما تجرحش إحساس الزملكاوية اللي هيموتوا قهرا بسببك يا ابني. يا ابني كاس العالم للأندية مستنياك يا حبيبي. أنا نسيت، معلش، آسف على مشاعر إخواتنا الزملكاوية، أنا نسيت إن أنتوا طلعتوا من دور الـ16 مع فرجاني ساسي. نسيت إن أنت ما كسبتش الدوري في وجود فرجاني ساسي. نسيت الأكتر إن أنت خسرت دوري أبطال أفريقيا في وجود فرجاني ساسي. معلش، أحب أقول لك إن إبراهيم سعيد اللي أنتوا بتعتبروه زملكاوي ابن الزمالك، النهارده اعترف الكلام اللي إحنا قلناه قبل كده بشهور، إن فرجاني ساسي عرض نفسه على النادي الأهلي والأهلي هو اللي رفض. والله. إبراهيم سعيد قال إن الفرجاني ووكيله عرضوا نفسهم على النادي الأهلي والأهلي هو اللي رفض. تعال نسمع بقى العالمي أحمد حسام ميدو. اللي بيعجبني في أحمد حسام ميدو غير إنه كان راجل محترف عالمي بالنسبة لجماهير نادي الزمالك، إن اللي في قلبه على لسانه. ميدو ما عندوش الخبص بتاع بعض الإعلاميين الزملكاوية اللي زي بندق وامثال بندق. ميدو اللي جواه بيقوله حتى لو كان ضد مين. النهارده ميدو كان له تصريحات مهمه جدا جدا بخصوص نادي الزمالك وما يحدث داخل نادي الزمالك من احداث. اهم حاجه قالها ميدو ان مرتضى منصور يا جماعه لو ثبت انه ما عليهوش اي مخالفات ماليه، مرتضى منصور لو دخل الانتخابات هيكسب الانتخابات. وانا باكد على كلام ميدو ان لو سواق مرتضى منصور، مش مرتضى منصور، السائق الخاص بتاع مرتضى منصور لو دخل انتخابات، انا بقول لك هيكسب الانتخابات على حس مرتضى منصور، لان مرتضى منصور مظبط القواعد الانتخابيه داخل نادي الزمالك جيدا، عشان كده هو يثق ويعلم علم اليقين انه لو نزل الانتخابات في اي فتره هينجح. الموضوع الثاني اللي قاله ميدو، وده هياكد على حاجه مهمه جدا 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 جدا، ايه هي؟ ان ميدو بيتكلم على ان السبب في رفع معدلات وسقف الرواتب داخل نادي الزمالك هو وجود المستشار تركي آل الشيخ كداعم لصفقات نادي الزمالك في فترة قدر نادي الزمالك وإدارة نادي الزمالك بقيادة مرتضى منصور إنه يستغل الوشاية وبعض الأفاقين اللي أحدثوا
بعض الخلل في العلاقة الودية والمحترمة ما بين الرئيس الشرفي للنادي الأهلي في وقتها المستشار تركي آل الشيخ وما بين الإدارة المحترمة في النادي الأهلي بقيادة كابتن محمود الخطيب. البعض تدخل من أجل إفساد العلاقة وقد نجحوا، وبدأ مرتضى منصور في الوقت ده يحاول يستغل الموقف على قد ما يقدر لصالح نادي الزمالك وقد كان. عشان كده احنا لما كنا بنقول يا جماعة احنا مش شرط انك تطالب او توافق على موضوع ان المستشار تركي آل الشيخ يدعم الاهلي، لا يا سيدي، يكفي ان هو محب وعاشق للنادي الاهلي، يكفي انك هتكسب وده انه مش هيدعم نادي الزمالك. وده اللي حصل. المستشار تركي آل الشيخ طلع قبل كده قال لك ايه، انا ماليش علاقة باي كرة ولا اي نادي ولا اي رياضة داخل جمهورية مصر العربية، احتراما للنادي اللي انا بشجعه وبعشقه النادي الاهلي، واي نادي بيطلب مني دعم انا اسف خلاص انتهت، لن ادعم اي نادي مصري الا النادي الاهلي في حال وجود طلب من النادي الاهلي. عشان كده كنا دايما بنقول يا جماعة نعمل بالمثل اللي هو بيقول ان انا اخد من كل بلد صديق ولا اخد في كل بلد عدو. النهاردة انت كسبت من موضوع المستشار تركي آل الشيخ انه بقى ما بيدعمش نادي الزمالك، انه رافض تدعيم نادي الزمالك. تخيل كده نادي الزمالك فيه مين اللعيبة اللي شايلة الزمالك دلوقتي؟ هما اللعيبة اللي جابهم المستشار تركي آل الشيخ اللي كانوا المفروض هيبقوا عندك لولا تدخل المفسدين، لولا تدخل مجموعة من الافقين اللي قاموا بالوشاية هنا وهنا وافسدوا العلاقة هنا وهنا بين المستشار واخوه كابتن محمود الخطيب. وانا ما زلت اؤكد على العلاقة القوية اللي ما زالت متواجدة بين كابتن محمود الخطيب وبين المستشار تركي آل الشيخ. عشان كده دايما بنقول شجع فرقتنا زي ما احنا عايزين، واي حد هيعادي فرقتنا هنقف ضده، لكن في نفس الوقت بلاش نكسب عداوة حد. انت شفت المستشار تركي الشيخ دعمهم، بس دعم نادي ما بيحبوش، يعني دعم نادي ما بيشجعوش، جاب لهم مين؟ فبلاش نكسب عداوة الراجل ضد مصلحة نادينا. مصلحة نادينا بتقول ان انا كنادي اهلي المستشار تركي آل الشيخ وقف كل الدعم عن كل الاندية المصرية حبا في مين؟ حبا في النادي الاهلي. هو هل المستشار تركي آل الشيخ هيحصل حاجة لو رجع يدعم نادي الزمالك؟ هيخسر حاجة؟ مش هيخسر حاجة. لكن الراجل قال لك خلاص ستوب، حاجة زعلت مني جماهير النادي الاهلي اللي الراجل بيعشق النادي بتاعها وبيعشق كل مجالس اداراتها ورموزها المحترمة، قال لك ستوب خلاص مفيش دعم لأي نادي مصري تاني غير النادي الاهلي. شكرا لميدو اللي وضح لنا ان بدون تركي آل الشيخ ما كان الزمالك هيبقى زمالك، ولا كان الزمالك هيبقى في الموقف اللي هو فيه دلوقتي. الراجل دعم في فترة، وبالمناسبة عايز برضه اقول نقطة، والنقطة ديت يقدر مجلس إدارة النادي الأهلي يرد عليا فيها لو أنا غلطان، إن أو مرتضى منصور كمان، إن سبب من أسباب دعم المستشار تركي آل الشيخ لنادي الزمالك هو موضوع عبدالله السعيد اللي كان فيه 100 مليون دولار شرط جزائي على عبدالله، والمستشار تدخل عشان ما ينتقلش لنادي الزمالك وبدأ يجيب صفقات لنادي الزمالك مقابل هذا الشرط. ان انا هحمي لاعب النادي الاهلي في الوقت ده كان عبدالله السعيد خلاص جابه وجدد للنادي الاهلي، وده كلمة شرف لمرتضى منصور مقابل انك هتسيب عبدالله السعيد ومش هتيجي ناحيته ولا تضره لانه اصبح لاعبا في النادي الاهلي اللي انا رئيس شرفي ليه، خلاص انا هعملك فرقتك نادي الزمالك مش بعبدالله السعيد، لا هجيب لك نجوم ونجوم كبيرة داخل نادي الزمالك. عشان كده هامين جدا النقطتين اللي قالهم احمد حسام ميدو، وقال ان لازم ميزانية نادي الزمالك تنزل من 30% ل 35% عقود اللعيبة. قال ان ميزانية الزمالك دلوقتي بتكلف الزمالك في الموسم الواحد 390 مليون جنيه، لازم الميزانية دي يتم تخفيضها 30% بالنسبة للعيبة والمدربين عشان تقدر نادي الزمالك يوافق السوق المحلي او يتوافق بمدخلاته وايراداته.
الايرادات بتاعتك قد ايه والمصروفات بتاعتك قد ايه. ما ينفعش يكون ايراداتك 10 جنيه وتطلع تصرف ال 2000 جنيه. في ميدو كمان قال لك ايه؟ قال لك استحاله 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 يا ميدو اقبل ان ابني علي يلعب في الاهلي ابدا ابدا، مش هينفع يعني. قال لك ابدا. بالمناسبه النهارده نادي الزمالك بس ده في سرقه يعني، بعت خطاب لنادي وادي دجلة يستلف منه اتنين لعيبة. مين هما بقى الاتنين لعيبة ببلاش؟ قال لهم في اطار العلاقات الودية والمحترمة بيننا وبين بعض، في عندكم اتنين لعيبة ولاد ولاد ابناء النادي، عارف انت ابناء العاملين اهو كده، عندكم ابن احمد حسام ميدو علي، وعندكم ابن حسين السيد ابوه ماسك مشرف كورة، فعايزين نظبط الاتنين في النادي، فبعد اذنكم بعتولنا الاتنين ببلاش. ابعتولنا الاتنين ببلاش. ده طبعا ليه؟ عشان خاطر ابوهم حسين السيد، وعشان خاطر ميدو اللي البرنامج بتاعه هيرجع يوم السبت، فالناس عايزة تزبط ميدو عشان ميدو يبقى يسند مع الادارة الحالية في نادي الزمالك وكله بمصلح لكله. ميدو قال لك انا عندي ابني هيبقى احسن مني. طبعا كل اب بيبقى عايز ابنه احسن منه، ويا رب يا ميدو والله احنا نتمنى كلنا ان علي ابنك وولادك كلهم يطلعوا احسن منك عشان يفيدوا منتخب مصر. زي ما انت قدمت لمنتخب مصر اكيد اتمنى ان ولادك يقدموا الكتير لمنتخب مصر. طيب تعال بقى لخالد الغندور الجميل. اه والله اللي زي خالد الغندور ده يعني لطيف ظريف ودود حليم لطيف. عمل ايه خالد الغندور؟ اول ما تشوف خالد الغندور يطلع يقول لك بصوا بقى قولا واحدا كلام ابو اخر، الزمالك عمل حتة دين صفقة، بصوا مش عايز اقول لكم لعيب اجنبي قد جروس 900 مرة، اعرف ان ساسي خلاص ولا. وبالمناسبة ميدو نفسه النهاردة اعترف قال لك ساسي موقع مع نادي تاني من شهرين، وانا قلت المعلومة دي لنادي الزمالك ومعرف نادي الزمالك. فكابتن بوندو قال لك النهاردة في خمس صفقات جايين لنادي الزمالك من العيار التقيل جدا 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 جدا، قالها ثلاث مرات بس انا زودت واحده من عندي كده ايه حبا في خالد الغندور. جدا 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 ايوه جدا 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 جدا، بس مش هقول لكم عليهم. هم بصوا اتنين مغاربه اتنين مغاربه، منهم واحد مش مغربي مغربي هو لعب في المغرب، ومنهم التاني مغربي، وعايز اقول لك يعني ده بقى زياده من عندي انا بس هو ما رضيش يقولها عشان لسه ساسي ما قفلش الموضوع. قد ساسي ده 900 مره. طيب مين هم اللعيبه يا درش؟ معلش اللاعب الاول هو يحيى جبران لاعب الوداد المغربي وداد الامه، واللي اتطلب فيه من الوداد مليون و200 الف دولار بالاضافه للحصول على استغناء محمد اونج. اللاعب الثاني واللي خالد الغندور بيقول لك لعب في المغرب واللي قلناه من يومين وهو لاباكوجو، الحمد لله موجود في عنوان الفيديو بتاعنا امبارح على قناة كرة سبورت بالانجليزي صفقة لاباكوجو. وانا بقول لك هي الصفقة الفنكوش اف ان كوش. ليه فنكوش يا حبيبي؟ لان لاباكوجو بيلعب في العين، هداف العين. لاباكوجو بياخد 3 مليون دولار راتب سنوي، فاللي انت كنت هتدفعه في ساسي هتدفعه غصب عنك في لاباكوجو. لاباكوجو العين مش هيفرط فيه باقل من 5 مليون دولار. عندك الارقام دي اتفضل. طب ليه وكيل اعمال كارتيرون قال كده؟ ان احنا كنا في الامارات بنتكلم عن لاباكوجو لسببين. السبب الاول اللي استخدمه خالد الغندور النهارده عشان نلهي الناس، اذا راح ساسي فكلكم ساسي، اذا راح ساسي نقدر نعوضه بلاباكوجو صفقة القرون الوسطى. السبب الثاني عشان نلهي الناس عن موضوع الجلسة بتاع كارتيرون في الامارات مع احد الاندية الاماراتية، وان الديك كان قاعد هناك مش بيدا، لا كان قاعد بيتفاوض. خلصت اخبارنا، خلصت حكايتنا، استنى كل ارائكم وتعليقاتكم. شكرا لكم، سلام عليكم.